هاد الناس تيهد الدخان على السلامة ديالنا ولادنا ديال البيئة ديال الطرقات ديال لا سيركيلاسيون. ما ددينا في كلشي، ما نافعيننا حتى حاجة. وريني شي حاجة نافعيننا بها. إلا بغاو التفتح على إفريقيا ولا بغاو ولا بغاو ولا بغاو، ماشي على حسابنا حنايا وعلى حساب ولادنا. كاين شي واحد تيخرج عينيه في السلطات، وريني شي مغربي كتبقى في السلطات تتهضر معاه تيخرجوا فيها عينيهم. عمري 58 عام، عمري ما شفت شي واحد كيتحدى السلطات تيخرج فيها عينيه. تشت هادوهم تقتلنا وتقتلنا. كاين شي واحد كيتحدى السلطات؟ شو كيفاش كيتعاملوا مع السلطات؟ من السيبه شو ما علاش بعشية من بلادهم كحلينا كحلينا. ونسيبتي هي هنا، لا بغا لا بغا شي واحد اثباتا نجيبها ليه. ها هي في الدار هنا، سدوا الدار مشاو في حالهم. طيح انا عمري باش ندير لوكال فين نسكن ولادي، نبوندوني على قبل هادو نمشي نكري. تبغي انت تبغي انت تبغي انت تبغي انت صدق تخرج تكري. جاوبني خويا، ما دام هاد الناس تحداو السلطات يقدروا يديروا اي حاجه. السلام عليكم.